سلام البنات، نرحب بكم الكل. متنساوش تعملوا لي اشتراك انتم اللي دخلتوا جدد، تضغطوا على لايك للفيديو باه يوصلكم كل ما هو جديدي. اليوم كما قاعدين تشوفوا معايا في الصور عندنا وصفه تاع مملحات، نتمنى تعجبكم. مشاهده ممتعه للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله راح نديروا مملحات اللي هما ليمونشون بلا كريم او فرماج. يعني كان سبق لي اني درتها معاكم في الفيديو تاع الغراتان بالبيدونجال، يعني نتمنى انكم تجربوه، وراح نحطه لكم في صندوق الوصف اللي تحب تشوفوا. نزيدو نعاودوها مع بعضنا هكا في الاعاده افاده، يعني كريمه سهله وبسيطه، والاهم انها بنينه وتجي طعمتها كامله فرماج. عندنا مقادير، عندي زوز كيسان تاع حليب، عندي كميه من الفرماج رابي، وعندي فرماج كما قاعدين تشوفوا مثلثات ولا بلون ولا الفرماج يرجع ليكم. عندي زوز مغارف كبار تاع فرينه وشويه تاع ملح، هذا واش نسحقوا في المقادير تاعنا. نجيب كاسرونه كالعاده، نفرغوا فيها هذاك الحليب، حنحطوا كلش بارد في بارد، نزيدوا نحطوا معاه هذيك لافارين. قلت لكم زوز مغارف، ما تكتروش على حسب الفرماج تاعنا ملح ولا لا. نخلطوا كل شيء بارد في بارد. تتجانس المكونات، نديوها ديريكتومون فوق النار، نبقاو مع التحريك المستمر حتى تبدا تبقى لنا لا كريم تاعنا. ثم باه نضيفوا الكميه تاعنا تاع الفرماج، ما نحطوهش مع الاول، الفرماج دائما يتحط في الاخير باه ما يفقدش النكهه تاعو. نبقاو نحركوا في الخليط تاعنا حتى يبدا يغلي ويتقال. هنا ما نحيمش يدينا خلاص باه ما يديرناش هذوك التكتلات في الكريمه تاعنا. هاي بدات تختار، شوفوا عقدت لي. نحط الان الفرماج، ونكملوا نخلطوا الخليط تاعنا ونخليوه حتى يذوب هذاك الفرماج كيفاه ولا، وهذاك الفرماج دايب لي خلاص. فرغت هنايا لا كريم فرماج تاعي في صحن ونخليها حتى تبرد تماما وهي راح تزيد تتقال. جيبوا الان لاباط فيتي تاعنا اللي كنت سبقت درتها معاكم، كيما قلت لكم الوصفه تلقاوها توجور في صندوق الوصف. اي وصفه حنديرها لكم باللاباط فيتي تلقاوها في صندوق الوصف. نصبوا دري مليح لافارين باه ما تلصقليش، ونفتحوا العجينه تاعنا حوالي 4 مليمتر. نحاولوا ان نفتحها بالطول بالشكل هذا. انا هنا واش راح ندير، جبت القوالب تاعي هذا تاع لي سيجار كما قاعدين تشوفوا فيهم، راح نختم بهم. يعني اللي ما عندهمش هادو ما معليش، راح نعطي لكم ثاني كيفاه تحشيوهم، بصح انا راح نجرب نخدم بهذا. هنا واش نعمل، هذا نحطه هنا نقيسه، يعني نحاولوا نقيسوا نديروا اقل منه. نعدلوا هنا الحواف، نقطعوا بالشكل هذا. نجيبوا لي سيجار تاعي نفكسيهم وندوروا عليهم العجينه هنا دوره. كي نوصلوا هنا للحافه نقفلوهم بالخليط تاع صفار البيض والقهوه، كيما عودتكم انا دائما نحط القهوه مع صفار البيض باش تنحي لي هذيك الريحه. نجي هنا ندير هكا، انفكسي ونقطع. حصلوا على الحبه تاعنا تاع المونشون بهذا الشكل. وين قفلنا دائما نحطوا المونشون تاعنا هذيك هي القاعده، ونضغطوا قليلا هكا باش تحاولوا انها ما تخرج. نزيد ندير معاكم واحده اخرى، ندور هنا وين نوصلوا راح نغلقوا
نديرو بالصفار نغلق ونقطع. هنا نتبداها وين غلقنا نحطو الحبة فيها ونتبداها قليلا. أنا نكملهم ونرجع. تحت العجينة المورقة تاعي راح نديرو لا دوزيام فاسون تاع لي مونشون تاعنا، يعني اللي ما عندهمش هذوك لي سيغار لي مول تاع لي سيغار يديرو بهذه الطريقة. أنا هنا جبت الحشو تاعي اللي راح نحشي بيه لي مونشون، اللي هو متكون من هذيك كريمة الجبن كنا خدمناها، معاها حطيت كعبة تاع بطاطا يعني شرشمتها وكرازيتها وشوية تاع زيتون. هذا هو الحشو اللي راح نحشي بيه لي مونشون تاعنا. أنا راح نحط فيها بوشادوي باه الخدمة تاعي تجيني بخابخ. ها هو الحشو حطيته فيها بوشادوي باه تجيني الخدمة تاعي نظيفة، يعني كي نخدمو ونخدمو أليز. نجيو نحطو هنا على الطرف الحشو ومن بعد نقلبو العجين على هذاك الحشو، يعني هنا نغلقاها خلاص. الطريقة هذه نجيو نديرو البيض تاعنا هنا باه تلزقلنا العجينة، ونزيدو ندورو دورة واحدة أخرى كيف كيف، ونجيو نقطعو. نتحصلوا على هذا البودان، نجيبوا سكين ونقطعوا لي مانشون تاعنا، يعني كيما تحبوا، تحبوهم كبار تحبوهم صغار يرجع ليكم. نتحصلوا على حبه بهذا الشكل نحطوهم في البلاطو تاعنا. كيما قلت لكم نحاولوا دائما انتبتوهم على هذا الطرف، هذا يكون من الاسفل هكا باه ما يتفتحوناش لي مونشون تاعنا. هاهم ولا لي غادي نجيو الان ندهنوهم بصفار هذاك البيضه، ندهنوهم مليح، وانه هي من الافضل ان ندخلوهم للثلاجه على الاقل مده ساعه يزيدوا يحكموا رواحهم، ومن بعد ندخلوهم للفرن يكون مسخن على 180 درجه، نخليوهم حتى يطيبوا، يعني كي يطيبوا من الاسفل نزيدو نشعلو لهم الفوق، ومن بعد نحيوهم ونكملوا نحشيوهم مع بعضنا. ها هما لي مونسون تاعنا بعد ما خرجتهم من الفرن، شوفوا كيفاه اللون اللي اكتسبوه، خداو لون رائع. نجيو الان نديموليوهم، شوفوا هنا كيما هنا، شوفوا يعني جات روعه. نجيو نضغطوا فقط في الوسط، نخليوهم يبردوا طبعا، نضغطوا في الوسط ونحيوها وتخرج عندنا الحبه بكل سهوله. زيد نعطيكم يعني واحده اخرى. نجيو هنا شوفوا لي سيغار تاعي، نضغطوا عليهم ونخرجوهم، راح يديمولاو بكل سهوله. هنا شوفوا معايا هادو الحبات اللي كنا درناهم بلا ليمول كيفاه جاو ظراف هايلين. انا نحيهم الكل ونجيو نزينوهم مع بعضنا. بردوا شويه، نجيب هذاك الحشو تاعي اللي كنت درتو بليله معاكم، هذا تاع البطاطا، نجربو نحشيو هذا مع لي مونشون. كيما قاعدين تشاهدوا نحطوه دائما في بوشادوي باه سهل علينا يعني الطريقه. نحشيو بالشكل هذا، هنا نخرجوا على الجوانب، نزيدو ندورو من الجهه الاخرى، نخرجوا كذلك على الجوانب ونجيو نطليوها جيدا بالشكل هذا، ونجيو نرمدها في الجبن المبشور من الجهتين، تحصلوا على هذا الكعبة. هنا راح نزيد نحشي وحده انايا بكريمة الجبن وحدها، شوفوا هنا تجي رائعة تاني، مذاقها يجي روعة.
كيف كيف. الجوانب ندهنوهم بكريمة الجبن ورمدوهم في الجبن المبشور، لو لا حبة بالشكل هذا. أما هادو اللي كنا درناهم وحشيناهم، نجيبو كريمة الجبن ندهنو الأطراف بكريمة الجبن مليح ونرمدو فيها هداك الجبن المبشور تاعنا بالطريقة هذه. أنا نكملهم وكل وتشوفوهم واجدين في صحن تقديم. ها هما لي مانشون تاعنا في شكلهم النهائي، شوفوا كيفاه جاو ملاح مع ماخدين هذيك التحميره اللي ملاحة من الفوق، مقرمشين جدا. لوغو تاعهم يعني راح تكتشفوه لما تجربوه. نتمنى ان شاء الله تكون كل واحده فيكم تعود تديرهم في الدار، يعني احسن من تاع المحلات الف خطره. حاجه نظيفه في الدار طبعا، ونعرفوا واش نمدوا لولادنا. بالنسبه لكريمه الجبن اللي درناها يعني نقدروا ما فيهاش العظام، نقدروا نخليوها في التلاجة، راح تعيش معنا مدة في التلاجة يعني نستخدمها فصيما. هنايا اللي كنا درناهم في دوك لي سيغار جاو يعني ديميني بصح شكلهم رائع. وهادو الكبار انا حطيتهم في الكيسات، تقدروا ديروهم يعني تقدموهم في الحفلات في الاستقبالات، راح يكونوا ديسالي العادة. راح نقسم لكم كيف تشوفها كيف ما جات من داخل. اسمعوا اولا القرمشة، وها هي شوفوا هنا، شوفوا كيفاه جات، شوفوا الفيتاج رائعة. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي، وانا نقول لكم سلام.